يترجم لعلم الأمراض. الموضوع ساينس كونسيرن ويز ذا ستارت اوف ديزيز، طبعا مشتق من كلمه تخصص يعني علم، وبايولوجي يعني ستادي، وهي ده معنى علم الأمراض. تمام. في الباثولوجي طبعا عندنا هنا في كلمه الباثولوجي اللي هو بيتعامل مع البيوتس بعض البيوتس، والهيستوباثولوجي طبعا اللي هو الانسانيين باثولوجي، وده اللي هو كونسيرنج ويز ذا ستادي اوف ديزيزز اند تيشوز والمنشا بتاع الديزيز. تمام. طبعا سبيشاليتيز معروفه، لان في سيرجيكال باثولوجي، في سايتو باثولوجي اللي هو تيشو فيلد، وفورنسيك باثولوجي اللي هو يتعامل مع هيحصل جسم هيحصل معاه adaptation، الجسم هيعمل adaptation من السيلين. تمام. بعد كده طبعا مع السيلين حصل السيل ديس ممكن يحصل ابروك، ممكن inflammation، بنتعامل مع inflammation acute chronic. طيب بعد ما يحصل ايه؟ ممكن يحصل ايه ولا ممكن مش ممكن؟ برضو هندرس حاجه اسمها ايه أو طبعاً في برضو علم الأمراض
سايلنت وسيمتوم دي اسمها ايه؟ كلينيكال بيكتشر. طيب تمام. طيب بعد ما عرفنا هنشوف الديزيز ده عباره عن الكورس بتاعه الاوت كام بتاعه يعني الديزيز هيمر ازاي؟ هل هو ريجريسيف كورس يحصل له ريزولوشن ولا بروجريسيف كورس ويحصل فيه كومبليكيشنز والبروجنوز بتاعه يكون بعيد؟ تمام؟ ده حاجه اسمها ايه الكورس؟ هل ريجريسيف ولا بروجريسيف؟ ريجريسيف يعني بيخف شويه شويه. بروجريسيف بيتمادى في الكورونا بتاعته وفي الاعراض بتاعته والساينز بتاعته. طيب بعد كده هنتكلم عن البروجنوز. البروجنوز ده التحسن. التحسن بتاعنا هل هو باد بروجنوز ولا جود بروجنوز؟ يعني بيتحسن اموره كويسه في الكورس بتاعه ولا الدنيا وحشه ويحصل معاه كومبليكيشن. بعد كده اخر حاجه الكومبليكيشن بتاعته مضاعفات اللي هي مور اند مور ايفنتس، حاجات يعني هي ممكن توصل بينا الاورجن فين. تمام. بعد كده نشوف الفيت. بعد ما شفنا تاني الهارد ورك جود فيت يعني ولا حصل معاه بس، وان شاء الله ربنا يعافينا ان شاء الله. طيب اول حاجه ده كله كان انتروداكشن على الباثولوجي وازاي بتعمل باثولوجي وازاي بتفهم باثولوجي. الباثولوجي ده بيسموه ذا كور اوف ميديسن. ذا كور اوف ميديسن اي برانش في الطب لازم يتعامل مع الباثولوجي عشان يفهم البرانش بتاعه كويس، يبقى يكون يفهم باثولوجي، يبقى ازاي الديزيز اللي حصلت السيستم اللي هو متخصص فيه يبقى يفهم الباثولوجي بتاعه. أول حاجة نتطرق إليها هو سيل إنجن. عندنا إحنا الخلية عبارة عن سيل ميمبرين ونيوكليس وسيتوبلازم وكاريوليز. تمام؟ السيل أول ما يحصل فيها دامج أوف ذا سيل بنقول عليها إيه؟ سيل إنجن. تمام؟ طب إيه اللي إحنا عارفينه ممكن يعمل سيل إنجن؟ إيه الأسباب اللي ممكن على الجنرال ممكن يكون عملت البيزنس؟ اول حاجه بنتكلم عن حاجه اسمها هايبوكسيا. هايبوكسيا يعني ممكن الطفل لسه موجود ولا ما خدش اوكسجينيشن كويس. اول حاجه يعملها ايه؟ حاجه اسمها هايبوكسيك اسكيميك ديزيز برين دامج. البرين دامج والكوميونيكيشن بتاعت البرين دامج ايه اللي حصل بعد الهيبوكسيا؟ ممكن يحصل كونفرجن، مشاكل في البريك، مشاكل في الاسبيراتوري سيرتابس والكلام ده كله، ده بدايته خالص من ايه؟ من الهيبوكسيا. الهيبوكسيا از ذا مين كوز اوف ذا سيل انجري، ودي بتكون عباره عن ديكريز اوكسجين سبلاي، ده ممكن يكون من اسكيميا وممكن يكون ديكريز بروتوكاري كباسيتي زي ده مين؟ ممكن يكون اسكيميا. الاسكيميا طبعا احنا عارفين بلاد بيسيتس. بلاد بيسيتس لو حصل فيها اي سبب مثلا حصل سكلوروزيس اوكلوجن ثرومبوزيس اندوريزم، هذه حاجه هتعمل ايه؟ كات اوف بلاد سبلاي. كات اوف بلاد سبلاي هتعمل ايه؟ اسكيميا. تمام. كذلك من ضمن اسباب الهيبوكسيا الانيميا. الانيميا طبعا لان الاكسجين بيتشال على مين؟ على الهيموجلوبين. لما يكون الهيموجلوبين اقل يبقى الاكسجين كارين كباسيتي هتقل، وبالتالي هيحصل اسكيما او هيبوكسيا. تمام. ده سبب من الاسباب اللي ممكن تعمل انجن. واهم اوركن بيتاثر بالاسكيما اللي هو مين؟ البرين. تمام. ما كل حاجه هتتاثر ممكن تتاثر، بس اهم اوركن لان هو الاساس بتاع الجسم. تمام. طيب بعد كده ممكن الانفكشوس ايجنتس اللي احنا اتكلمنا عنها ولسه احنا قايلين ولسه ما زلنا في كورونا، اللي هو الفيروس والبكتيريا والكلام ده كله ممكن يعمل ديزيز او ممكن يعمل سيل انجن للخلايا بتاعت الجسم. تمام؟ طيب تمام. في فيزيكال ايجنت، في ممكن تروح تعمل انجن صح؟ ممكن تعمل الهيت اوفر هيتنج، ممكن الكور ممكن يعمل راديشن، مش عارف ممكن يعمل. تمام.
برضه الالكتريك شوك، كل ده بنسميه فيزيكال ايجنت. فيزيكال ايجنت. طيب تمام، في كيميكال ايجنت اسيدز زي الميه النار والكلام ده كله والالكاليز والبويزنز، كل ده بنسميه كيميكال ايجنت. برضه حاجه مهمه جدا الناس بتقع فيها برضه الكيميكال دراجز. كيميكال دراجز ممكن اوفر دوزنج، ممكن رونج ادمنستريشن، ممكن اي حاجه من الكلام ده كله يعمل ايه؟ سيل انجن. يبقى كيميكال ايجنت، فيزيكال ايجنت، انفكشوس ايجنت، هايبوكسيا. طب ايه تاني؟ في ايمونولوجيك رياكشن. يعني ايه ايمونولوجيك؟ يعني خاص بجهاز المناعه. في امراض مناعيه نسمع عنها زي السيستم جلوبس، روماتويد، بدل الاجسام الانتي بوديز بتدافع عن الجسم، لا بتهاجم الجسم. ففي حاجه اسمها ايمونولوجيك ايجنت. حاجات كتير تندرج تحت الايمونولوجيك ايجنت، اهمهم اللي هو اوتو اميون ديزيز زي السيستم جلوبس وهكذا. طيب نيوتريشن ديفيشنسي، هل التغذيه ممكن تعمل سلالي؟ ممكن. في امراض شهيره بنقص التغذيه زي مرازمس، مرازمس والكواشيركول، دي تعملها من النيوتريشن. في برضه النيوتريشن ممكن تاخد باد مثلا كونتس والكلام ده كله، البوت بويزنج وهكذا، يعمل ايه؟ يعمل سيل انجن. طيب تمام، جينيتك، جينيتك، وده في العصر ده جينات كتير ما توصل اليها ان هي مسببه لبعض الامراض، زي مثلا جينات المسؤوله عن الكانسر ومرض الدايابيتس وهكذا، دي جينات مسؤوله عن الكرز وذا ديزيز، دي من ضمن اسباب السيل انجن. يبقى دي كوزز اوف سيل انجن، نبقى عارفينهم ان شاء الله. طيب لما بتحصل الكوزز دي، ايه اهم الميكانيزمز؟ ايه اهم الطريقه اللي بيحصل بيها الديزيز؟ بعد ما بيحصل الاسباب البوكسيا، الانفكشنز، فيزيكال، كيميكال وهكذا. اربع حاجات ممكن، يعني في اكتر بس اللي موست بروميننت، موست بروميننت زي ATP ديبليشن مين كوست باي هيبوكسيا. الادينوسين تراي فوسفين ده المسؤول عن الانرجي. ده عموما عشان ما يتحكمش في علاج طبيعي عايزينكم تعرفوا بس ATP ديبليشن او ادينوسين تراي فوسفين ديبليشن. تمام، دي اللي هي المسؤول عن الانرجي. عرفوها كده وتجمعوها ان دي من ضمن الميكانيزمز اللي بتحصل بيها الديزيز او السرطان. ديتكت الممبرين بالممبرين، الممبرين او البلازما الممبرين سيل ممبرين اسيد، لما بيحصل فيه بالممبرينيسيس فيها بدخل حاجات بتطلع حاجات وخاصه الكالسيوم بتحصل معاه ايه؟ الباثولوجي. فورميشن اوف توكسيك اوكسجين فري راديكال زي سوبروكسايد او الهيدروجين بروكسايد، دي بنسميها حاجه اسمها توكسيك اوكسجين فري راديكال، دي مسؤوله عن الكرنس او الميكانيزم اللي ممكن يحصل. طيب الجري انترا سيلولار كالسيوم، يعني الكالسيوم دخل من البلازما، دخل منين؟ داخل فين؟ داخل السيل. طب ده ممكن يعمل مشاكل؟ اه ممكن يعمل مشاكل. الكالسيوم لما يدخل من الداخل ممكن يحصل منه مشاكل. تمام؟ طبعا بيعمل ايه؟ الكالسيوم اللي يدخل بيعمل حاجه اسمها اكتيفيشن للفوسفولايبيز انزيم اسمه فوسفولايبيز، ده بيعمل ديستراكشن للفوسفولايبيز بيحصل السلام. طيب في حاجه ثانيه اسمها بروتييز، اللي هي من كلمه بروتين، بروتييز ده انزيم بيكسر مين؟ البروتييز. ده من ضمن الحاجات اللي بيعملها الكالسيوم لما يدخل فين؟ داخل السلم. طب ايه ثاني؟ اي تي بي ايز برضه الانزيمز اللي هو من الديستراكشن، الادينوسين تراي فوسفيت اللي احنا بنعمل دلوقتي ديبريشن، ديبريشن يعني نقص الانرجي، نقص الانرجي. طيب ايه تاني؟ اندونوكليز، اندونوكليز دي من ضمن اسمها كده نيوكليس، اندونوكليز ده بيعمل ايه؟ بيعمل مشاكل في الكروماتين الموجود في النيوكليس، وبالتالي بيحصل يبقى الكالسيوم لما يدخل داخل السن بيعمل اكتيفيشن للانزيمز دي، وبالتالي تحصل
that you are saying, Angie. I have my causes, I have my definition of causes, what do you mean in mechanism? Fine. Now, any effects of synergy, effects of synergy, عشان تحصل, لازم لها شوية شروط. لازم لها شوية شروط. زي ايه؟ زي types of major cells. في cells ممكن يحصل لها injury, ما تعملش disease. ليه او يزيد او يحصل ديزيز اقل في الساينز والسيمتومز والكلام ده على حسب نوع السيل وهنعرف ما بعد ان في سيل حاجه اسمها بيرمننت سيل وستيبل سيل وهي لاباي سيل هتعرفوها لوحدها دي على حسب نوع السيل اللي حصل عليه برضه بيتاثر بالديزيز طيب النيتشر اوف انجينيوس ايجنت يعني طبيعه العامل اللي هو عمل انجن هل هو كيميكال فيزيكال كل حاجه على حسب المستوى بتاعها كل حاجه على حسب السيبيليتي تمام الاداء بيعتمد عليه طبعا السيبيليتي اوف انجينيوس ايجنت والنيتشر والديوريشن هنعرف ما بعد الديوريشن هل حصل الايجنت بتاع انجينيوس ايجنت حصل حاجه بسيطه ولا حصل في ديوريشن كبير ولا ايه بالظبط هنعرف تمام؟ طيب هنقسم السيل انجري على حسب الافكت والتايب والنيتشر والكلام ده كله لاثنين كاتيجوريز اوف سيل انجري حاجه اسمها ريفيرسبل سيل انجري وحاجه اسمها ايرريفيرسبل سيل انجري يعني ايه ريفيرسبل وريفيرسبل؟ ريفيرسبل يعني ممكن يحصل له ريزوليوشن ويرجع يبقى ايه طبيعي لكن ايرريفيرسبل خلاص يروح ما يرجعش طيب تمام يبقى ريفيرسبل سيل ايجنت او بنسميه ريجنريشن زي الكلاود سويلينج هيدروكس سويلينج وزي الفاتي تشينجز دي الحاجات دي ممكن تحصل وممكن ريزولف وترجع للطبيعي تاني طيب ايه الريفيرسبل سيل ايجنت ده اللي هو ما بيرجعش للطبيعه خلاص الريفيرسبل ما بيرجعش زي مين كورس ديفايس سيفير ايجنت فور انجل لون ديوريشن يعني انجل سيفير انجل حصل درجه المعامله مشكله كبيره وحصل بوقت طويل حصل بوقت طويل بالتالي مفيش امل في الرجل تمام وده بيحصل في دامج للنيوكليس وبيعمل حاجه اسمها سيلفيس زي ميكروزيس وابيتوس ميكروزيس وابيتوس دول مهمين موضوعين مهمين واحيانا بيجي الديفرنشيشن بين ابوتوسس اند نيكروز كايزوليشن تمام؟ اول حاجه نبدا بيها في ريفيرسبل اند ريفيرسبل كلاود سويلينج لو قلنا ريفيرسبل سيل ايجنت في كلاود سويلينج وفي هيدروبيك سويلينج وفي باتي تشينج باتي تشينجز هتاخدوها مع الاكيوميشن لكن احنا بنتكلم عن كلاود سويلينج و الهيدروبيك سويلينج. ايه كلاود سويلينج؟ كلاود سويلينج ده اول حاجه من تبع مين؟ ريفيرسبل اند ريفيرسبل ريفيرسبل سيل انجن كاركترايز باي سويلينج اوف سيل يحصل لها ايه؟ سويلينج. اند جرانيولاريتي اوف ذا سيتوبلازم يعني السيل تبقى كبيره والسيتوبلازم تحت بقى ايه؟ جرانيولار تمام؟ سيلور سويلينج از ديو تو ووتر اكيوميشن والكلاود سويلنج ممكن يحصل له بروجريشن لهيدروبيك سويلنج اللي احنا هنشوفه في طب ايه الباثوجينيسيس؟ حصل انجينيوس ايجنت عرضت ليه السيلز ميلك هيبوكسيا بعد كده عملت انجينيشن لوكسيديتي فوسفورنيزيشن قال اي تي بي ديبليشن اللي احنا قلنا الميلك ميكانيزم اللي هو اي تي بي ديبليشن تمام؟ ده حصل مع مين؟ مع الكلاود سويلنج طب ايه الفيتشرز؟ ايه اللي احنا ممكن نشوفه؟ انا دايما لما اشوف حاجتين يا اما نقدر اللي هو عليه جروس يا اما اللي هو تحت الميكروسكوب تمام؟ هنشوف ايه؟ اورجنز افكتد يعني الاورجنز اللي حصل له الكلام ده هايلي سبيشاليز بالكيميكال سيلز يعني طب ممكن تقول ايه الاورجنز اللي ممكن يحصل لها كلاود سوري زي مين؟ زي الليفر زي الكبد لينير كومبليت تبلوز اند هارت دول من ضمن الحاجات او الوركز اللي ممكن يحصل ممكن تيجي مسكين
ايه الاورجنز اللي بيميل الاورجنز اللي بيحصل لها لو يسولين هار كيدني قال ليفر تمام. فتحت الميكروسكوب نشوف ايه طبعا جروسلي كده قال ايه اللي هتشوفه؟ شوف 3 اس و 3 سي 3 اس و 3 سي ايه 3 اس؟ سايز ده الحجم كبير سيرفيس من بره من بره الشكل بتاعه هل هو سموث ولا ريجولار؟ طب الشيب بتاعه ايه اقرب للطبيعه في الشيب؟ هل هو راوند الونجيتد تيوبال وهكذا تمام؟ دول الثلاثه سايز اللي انا اشوفهم ده 3 اس. طب 3 سي كار اللون بتاعه نورمال ولا ابنورمال؟ كونسيستنسي هو اللي هل هو طبيعي ولا مش طبيعي؟ هل هو هارد فيرمي مويست سوفت وهكذا. كات سيكشن او ماسك الاورجنز ده وعامل له كات سيكشن ايه اللي ممكن التغيرات اللي انا اشوفها؟ ده اختصار او طريقه افتكر بيها الجروس اي جزيزه تاخدها. الجروس اللي انا اشوفه بالنسبه لي هل نلخصهم ب 3 اس 3 اس 3 سي سايز شيب سيرفيس كولر كونسيستنسي كات سيكشن تمام؟ يبقى دي الفيتشرز اللي انا ممكن اشوفها جروس مايكروسكوبك هتوصل السيلز والله فيها كذا، النيوكلياس فيها كذا، السيتوبلازم فيها كذا وهكذا. تمام؟ يبقى البيتشر اورجانيز افكتد هايز فيشواليزنج بايكيميكال سيلز زي الليبر وهكذا الذين طبعا انلارج. يعني مفيد الحاجات اللي ناخدها بالتفصيل في الوضع. تمام؟ مايكروسكوبك السيلز حصل لها سويلنج ديو تو انتر اوف ووتر السيتوبلازم. ان يورادرا فاين ريد جرانيوز او نقول سيبلوكس من كمان ده كله نقول ايه جرانيوز سيتوبلازم جرانيوز تمام. يبقى السيلز كبيره الحجم بتاعها السيتوبلازم جرانيوز. طب النيوكلياس نورمال النيوكلياس نورمال لسه هنشوف النيوكليار تشينجز في الريفرسبل ده ما ننساش انه ريفرسبل جاست السيلز كبرت والسيتوبلازم جرانيوز اما النيوكلس بتكون ايه؟ نورمال. والنيوكلس هي الاساس بتاعت السيلز. لو حصل لها ديستراكشن يبقى السيلز ماتت، لو ما حصلهاش يبقى في امل. تمام؟ يبقى النيوكلس ايه؟ از نورمال. كابيلز بتكون سيلز ار كومبريس. ده شكل السيلز لما تكون نورمال وبعد كده لما تكون الحجم بتاعها عالي. يبقى حصل مشكله في النيوكلس بالهيدروليك كلاود سويلنج اسيد. طيب الكلاود سويلنج ايه مصيره؟ ممكن يتحول الى هيدروليك سويلنج وممكن يحصل يرجع للنورمال لانه هو عباره عن ايه؟ ريفيرسبل ديزيز. تمام؟ اذا ايجنت ستوب يبقى لو وقف الايجنت او الانجيلس ايجنت يبقى هيرجع منين؟ للنورمال. لكن لو استمر return to normal, but if the engine continues, the cloud is willing to proceed to hydraulic, swelling or complete necrosis. ممكن يوصل لغاية النكروس. هو ريفيرسبل ممكن يرجع لكن ممكن بروجريس. أي حاجة كده. هو ريفيرسبل ممكن يرجع لقوي لكن ممكن يروح في ناحية النكروس. ده مين كلاود سويلنج. طبعا هيدروليك سوينج ده الهيدروليك سوينج ممكن يكون كلاود سوينج وبروجريس بمين للهيدروليك سوينج. اذا ريفيرسبل سيل ايليا كاركترايزد باي اكسس ووتر اكيموليشن انسايد ذا سيل فورمي باكيولز ان ذا سيتوبلازم. تمام؟ يعمل ايه؟ باكيولز كده في السيتوبلازم. طيب الكورس والباسوجينيسيس زيه زي الكلاود. طيب الميكروسكوب بيتشر اللي احنا هنشوفه من تحت الميكروسكوب هنعلق على النيوكلياس السيتوبلازم السيل ميمبرين الاورجانيزمز اللي داخل السيل. ذا سيلز ار سولينج يو تو اكسس وورتر اكيوليشن. ذا سيتوبلازم دي مالتيبل فاكيولز النيوكلياس نورمال. تمام؟ زي مين؟ زي لما بيحصل بير بتبقى فيه الفاكيول بتاع ده فولي كده بتطلع حاجات متفخه كده على سكيل
لما دي المسائل اللي هيجيبوك سوري هو الديفلوبمنت سيلز امبلويز وهتتكلم بيحصل حساسيه ولا حاجه تبص تلاقيها عباره عن بوت كده ويمنس دي مثال للهيدروليك سوري ايه تاني الفيروس اللي بنحب نسمع عن حاجه اسمها تشيكن بوكس او سمول بوكس دي بتظهر زي اكس صغير كده وبينتفخ في الميه ويتفتح ويبقى راسه ايه سودا كده ده مثال للهيدروليك سوري يبقى أرز مثالين للريفرزابل سيدي هما كلاودي سويلي والهيدروبي سويلي تمام ده باقي بيكي ده جروسي يعني نشوف العينة كده السايز بتاعها عبارة ايه الشيب بتاعها عبارة ايه سيرفيس يعني ده كلر لون كونسيستنسي يعني مثلا بيرم ولا هارد ولا سوفت كات سيكشن ناخد نايف كده وناخد المقطع ونشوف الشكل شايفين احنا الحاجات البيضة دي عبارة عن هيدروبيك كلاود اسيد كلاود سوري تمام ده برضو يعني مثال عشان نشوف النورمال والابنورمال الناحية الشمال ناحية الشمال ده النورمال بتاع السيلز شايفين احنا السيلز وعامل زي اسينوي والاسينوي مرتبه ومنظمه والسيت الباس بتاعها كويس والنيوكلاس كويس شوف الناحيه الثانيه كده تمام شوفنج سيرفيس جيبس جيبس يعني زي زيادات كده زي الاقدام الكازينه بتاعت الاميبا جيبس بنسميها جيبس الجريس ميزوفيليا يعني تاكل السيرفيس اليوسين اكتر مش يعني دايما احنا في الباثولوجي في سلفتين ناخد تاني منهم الزيروفيليك اللي هي بيوسين والهيماتوكسين اللي هي بتكون ايه بلو اللي بتكون بلو دي هيماتوكسين او نقول عليها بيس تمام اما اليوسين اللي هي بتكون بينك يبقى بيلز انجليز الزيروفيليا اوف السيتوبلاست اند سويلينج اوف الجينانس دي اللي هو الريفيرسبل سيجنج طيب هندخل على الريفيرسابل سيلز الريفيرسابل خلاص اللي بيموت ما بيرجعش حصل نيكروز حصل ايه؟ نيكروز طب ايه نيكروزز؟ نيكروزز ده موت الخلايا موت الخلايا local death of cells or tissues within the living body either directly or follows reversible agent لو قلنا ممكن الريفيرسابل سواء كلاودي سواء باكيت شينجز سواء هيدروليك ممكن بروجريس لمين؟ للميكروز ممكن تكون بروجريس من البداية لكل ميكروز ده عبارة عن local death of cells or tissues ده عبارة عن مين؟ موت الخلايا طب تمام نتكلم عن الجروس وقلنا نركز في الجروس طبعا احنا بنتكلم مش لازم نجيب لك 3 اس و 3 سين ممكن اجيب لك اكتر من 3 اس ممكن اجيب لك اكتر من 3 سين ممكن اجيب لك حاجتين من الحاجات المهمة the more prominent مش نعد فيهم ده 3 اس ما فيش 3 اس 3 سين يبقى كذاب لا ممكن اكتر وممكن ايه حاجات المهمة نركز في الحاجات المهمة بس اقول لكم يعني النقاط دي تركزوا عشان تعرفوا انت وتذاكر تعرف تتكلم جروس نيكروتيك تيشو ابيز اور هيك يبقى دي ايه كلر صح وهيك اند وايتش اور يلوش بيكون اللون بتاعها اوليك او اسود اسود او اسود لون الخلايا اللي بتموت. The surrounding tissue appears red due to inflammatory hydrate. يبقى اكتر حاجه يركز عليها هي ايه؟ القلب. اوليك وايتش او يلوش بتبقى من بره ريد ليه؟ عشان الانفلاميشن ممكن تبقى حصل منها. تمام؟ طيب الميكروسكوب تحت الميكروسكوب. Immediately after necrosis, dead cells appears like living cells. يعني في البداية بتبقى زي الصفر. بعد كده بيحصل ايه؟ destruction ومشاكل في السيركيولات ومشاكل في النيوكليس أو الهام. بيحصل ايه؟ نيوكليس تشينجز وسيتوبلازم تشينجز. ده تحت مين؟ الميكروسكوب. أول حاجة في الميكروسكوب بيكشر أوف
نيكروزس نيوكليار تشينج. نيوكليار تشينج ايه التغيرات اللي بتحصل في النيوكليس عشان كده اذا حصل بس حصل نيكروزس او نيكروتيك سيلز. تمام، ثلاثه حاجات مهمين في الديفينيشن بنتعلمهم عشان ممكن تصير فيهم مشكله. نيكروزس كاليو اكسس كالي لايسس. نيكروزس كاليو اكسس كاليو لايسس. هنتكلم عن ايه؟ نيوكليار تشينج، ايه التغيرات اللي بتحصل في النيوكليس. نيكروزس حجم النيوكليس بدل ما طبيعي بيبقى شرينج صغير. عشان كده هو النيوكليس. كاليو اكسس. اكسس فيها حرف كي او اكس. تمام؟ يبقى متكسر. في حرف اكس بنفكر ايه؟ متكسر. كاليو اكسس يبقى النيوكليس بتتكسر. تمام؟ يبقى بتتكسر بسمول فراجمنتس. يبقى النيوكليس حصل له breaks up into multiple small fragments. تمام؟ يبقى بيحصل ايه؟ بتتكسر. طيب كاليو لايسس. لايسس تحمل. خلاص اللي اتكسر بيروح وما بيبقالوش ايه؟ اثر. يبقى بيكنوزس شرينجز كاليوريكسس كاليو لايسس برضه اسمه من تحت الشكل. بيكنوزس اهي حاجه بيكنوزس مش طبيعيه سهل خالص. والكاليو ريكسس كسرت سمول فراجمنتس. والكاليو لايسس ده خالص مفيش اي اثر من النيوكليس. هنا النورمال سيلز شايفينها من ناحيه اليمين. تمام، شايفين النيوكليس، شايفين النيوكليوس وهكذا. دي الرسم اللي على الشمال، رسم اللي على اليمين الطبيعي. دي النورمال، ده شكل النورمال بتاع السيلز. نيوكليس طبيعيه، نيوكليوس طبيعيه، سيتوبلازم طبيعي، سيل ميمبرين طبيعي. مفيش تس، مفيش نيكروز. تمام؟ طب هنا بيكنوتيك سيلز. بيكنوتيك سيلز احنا قلنا النيوكليس حصل لها شرينكج او سمول سايز عن النورم. تمام؟ شايفينها كراسي وشايفين الناحيه الثانيه كشكل طبيعي. طب هنا كاليو ريكسس كسرت سمول فراجمنتس. وبرضه بنشوف كده تحت الميكروسكوب كشريحه حقيقيه برضه خلاص يعني سمول فراجمنتس ممكن تشوفها تحت النيوكليس. لو بيديكم شرايح للتي بي والزامبلز بتاعت الميكروز هتلاقي تحت الميكروسكوب ممكن يتكسر ممكن ما يتكسرش خالص. اللي احنا بنقول عليه كازيشن هنشوف. تمام؟ هنا خلاص سيلز جوست بنسميها جوست. جوست يعني ايه؟ باوندرز بس. سيل باوندرز بس. مفيش نيوكليس مفيش اي سيتوبلازم خلاص. تمام؟ دي اللي هي نيوكليار ساينز او نيكروز. سيتوبلازم ايه اللي بيحصل في السيتوبلازم؟ السيلز طبعا هيحصل لها ايه؟ انلارجمنت عموما فبنسميه سيتوميجال. سيتوبلازم يعني حصل له انلارجمنت اول ما تكبر السيل بالتالي هيكبر معاها مين؟ السيتوبلازم. تمام؟ ايه هما توكسيني اند يو سي ستيننج سيكشنز ان سيتوبلازمك فيزيولوجيا. The cells lose the cell membrane and become invisible from each other. يعني ايه؟ احنا قلنا بناخد سبريتين نتعامل معاهم في الباثولوجي ايوسين والهيماتوكسين. طب الهيماتوكسين ايه بياخدها في السيل؟ النيوكليس. النيوكليس بتبقى سرده لان بتاخد سبب ايه؟ الهيماتوكسين. والله ممكن تتشال خالص لان ما فيش اصلا. تمام؟ و السيتوبلازميك يبقى بيك هوموجينس بنقول عليه هوموجينس بيك خلاص مفيش اي اثر للون الازرق. مفيش اي اثر لان هي اللي بتاخد اللون الازرق من النيوكليس وخلاص دي خلاص دي بنسميها سيتوبلازميك تشينجز. ليه طبعا ممكن سيل باوندرز او سيل ميمبر بيحصل له ايه؟ مفيش سيل باوندرز وبالتالي السيلز تخلط على السيلز على السيلز على السيلز خلاص. لو بتبقى بوست اشباه خلايا اشباه خلايا وبعد كده السيل ممبرين بتروح خالص وتسيح تبقى تاني حته كبيره كلها بيك. ايه الحته الكبيره اللي كلها بيك دي؟ دي نيكروتيك اريا حصل لها نيكروز. طيب ايه التايبس اوف نيكروز؟ احنا عرفنا الديفينيشن وعرفنا النيوكرال تشينجز وعرفنا السيتوبلازميك تشينجز. ايه التايبس؟ التايبس دي مهمه
محتاج أعرف إيه اللي حصل ومحتاج أعرف example للنوع. طيب co-agulative necrosis co-agulative مستقيم تمام. إن من كلمة co-agulative جاي منين؟ جاي منين؟ co-agulation سائل تحول إلى solid أو semi-solid co-agulative زي البيت كده من كل سائل وبيحصل له co-agulation اسمه نقول عليه co-agulative necrosis. Same basic outline are preserved. That would be like ghost of cells. Ghost cells. Boundaries بتبقى preserved. Boundaries بتاع cells بتبقى preserved. موجود. تمام؟ طيب then homogeneous, glossy, xenophilic appearance due to loss of cytoplasmic RNA and glycogen drying. ممكن نلخص القصة دي كلها. نحن السيتوبلازم شغلنا في سيتوبلازم تشينجز. طيب سيتوبلازم تشينجز من ضمن اللي احنا قلناه انه ما فيش نيوكليس خالص، ما فيش لون ازرق خالص، خلاص بقت هوموجينس بينك. يبقى السيتوبلازم موجود والسيتوبلازم بيبقى هوموجينس بينك، لانه ما فيش اي وجود للنيوكليس اللي بتاخد هيماتوكسين ستين اللون الازرق. تمام؟ نيوكليس ممكن تكون في اي حاله من حالات النيكروتيك شيب زي البيكنوزيس او الكاريوسيس حسب الستيج بتاعها. ممكن بيكنوزيس، ممكن كاريوسيس، ممكن كاريوسيس. لكن الاكتور كوابيتيف نيوكليس يبقى السيل باوندز موجوده، السيتوبلازم موجينس بين النيوكليس ممكن تكون كذا او كذا او كذا. طيب احنا قلنا ايه اللي حصل صح؟ طب ايه المثال؟ أو الإنزيم ده الإنزيم المسؤول إيه اللي حصل كان؟ في إنزيم اسمه كوأجيوليز إنزيم. كوأجيوليز إنزيم اشتغل بيعمل القصة دي. طب إيه فين؟ ممكن زي مثال مايوكارديا إنفكشن. مايوكارديا إنفكشن. كلنا عارفين أي حد ممكن يجيله ممكن يجيله أي حصل له جلطة في الكلية. طبعاً اللي بيحصل فروم ذا ستارت يبقى أوكلوجن هيبوثيسيس عن طريق الثرومبوزيس. تمام؟ بعد كده بيحصل كاتنج للبطسة بلار عن حتة معينة عن البلار. طب الثاني هيحصل فيها كو أجيوليشن وتبقى الحتة دي ميتة. إلا لو التحقت خلالها بست ساعات وبيعمل ديزولوشن للجلطة دي وممكن يتحد بها لما يعمل الكروز. تمام؟ يبقى المثال الشهير اللي هو ايه؟ مايوكاردال انفكشن. ولكن ممكن يحصل سبليت انفاركشن، ممكن يحصل كيدني انفاركشن، دي كلها سوليد يعني سوليد اورجان ممكن يحصلها كوابيوليز او كوابيوليتيف تايب. والانزيم المسؤول كوابيوليز انزيم. تمام زي ايه؟ على كوابيوليتيف نيكروز ده جزء من الهار. شايفين احنا الحته البيضه دي او الحته اليورش او الوايت تشيروش من الأبيض المسفر ده دي حتى حصل فيها ايه؟ فيها نيكروز او انفاركشن. هنا سبلين شايفين الويتش شيب ده على هيئة هرم كده او ويتش شيب ده حصل قبل بلاتس بلاي الجزء ده وبالتالي حصل فيه ايه؟ هنا تحت الميكروسكوب ايريس اوف كوأجيوليتيف نيكروزيس فين في المنطقة أدرينا كورس حتة فوق الكيدني دي بنسميها أدرينا جلاند دي حصل فيها انفاركشن بنسميها أدرينا كورتكس. طيب هل ممكن نطبق عليها اللي احنا شفناها تحت الميكروسكوب؟ احنا قلنا تحت الميكروسكوب سيل باوندريز وسيتوبلازم ونيوكليس. سيل باوندريز كانت ممكن في الأول كانت بريزيرف لكن بعد كده حصل لها ايه؟ ديزولوشن. طيب السيتوبلازم هوموجينس بينك واخد اللون البينك كده وكلها على شكل بعض هوموجينس حته واحده ما فيهاش حتت مختلفه عن بعض هوموجينس. طيب تمام. طيب النيوكليس وصلنا لغايه مرحله ايه؟ شايفين احنا فاجمنتس اوف نيوكليار في بعض الفاجمنتس بسيطه بس خلاص داخل على اللايسنس داخل على اللايسنس ما فيش اي وجود بقايا للنيوكليس. تمام؟ يبقى دي مين؟ كوانيوكليس نيكروز. طب النوع الثاني ديبروداكتيف نيكروز ديبروداكتيف لو جمعوا الجنة من كلمة ايه؟ كو أجيوليتيف حاجة سيمسوليد
سيمي سوليد او سالي تحولت لسوليد. تمام؟ لا هي العكس. ليكويفاكتد تحولت الى سائله او شبه سائله. تمام؟ موست اوفن ان سي ام اس اند اسيدز. احسن مثالين ليها لما يقول لك ايه مثال ليكويفاكتد ده بيحصل في البرين. ده بيحصل فين؟ في البرين. طب ايه الان؟ الابسس. الابسس ايه اللي بيحصل فيه؟ خراج. مش هتبقى حته كده حمراء ودم وصعبه في الاول، بعد يومين ثلاثه ايه بيحصل لها؟ تطرى شويه. تمام؟ لونها بيتحول لاصفر. صح؟ بقى هنا بتفتح تروح طالع لك مين؟ البص. خلاص نكروتك. البص ده نكروتك فلويدز. حصل لها ديسوليوشن وتاجت ومالت من الكور بتاع عبس من داخل حصل له ليكويفاكشن. يبقى عامل مثالين اللي هو برين نيكروزس والعبس. اشهر مثالين. تمام؟ طب ايه الانزيمز المسؤوله؟ حاجه بنسميها بروتوليتيك انزيمز. حاجه اسمها ايه؟ بروتوليتيك انزيمز. انزيمز بتعمل تحمل للانسجين. انزيمز بتعمل ايه؟ تحمل. تعمل مرات كده موست اوفن ان سي ام اس اند ابسس يوجوالي فروم انزيماتيك ديسوليوشن اوف نيكروتيك سيلز يوجوالي بيبدو ذا ريليس اوف بروتوليتيك انزيمز فروم نيكروتيك. يعني بروتوليتيك انزيمز بتطلع من النيكروتيك. يبقى ده النوع الثاني اسمه ليكويفاكتيك نيكروز. ده البريك وده الجزء اللي حصل فيه نيكروز ما بيزودش شيء. البقعه اللي حصلت دي او الفجوه اللي حصلت دي حصل ديسوليوشن في السيلز. خلاص ده عباره عن فراغ او فجوه. تمام؟ دي اللي هو ليكويفاكتيك نيكروز. الكوع الدوريتك مسؤول عنه الكوع الدوريس. واشهر مثال دي المايكارد ريدكشن. تمام؟ الليكويفاكشن اشهر مثال دي السي اس اند ابسس. والانزيمز المسؤول عن البروسيس اسمها ايه؟ بروتينيتك انزيمز اللي بتطلع من البروتينيتك. النوع الثالث اسمه كازياس نيكروز. كازياس نيكروز. كازياس دي يعني لما نشوفها تحت النظر او بالانطباع تبقى زي الجبن. شبه الجبن. لايك شيز. زي مين؟ الجبن. يبقى احنا ركز على مين؟ ركز على كرم وكونسيستنسي. الثلاثه اس والثلاثه صاد. الثلاثه سي. ركز على مين؟ الكرم والكونسيستنس زي يشبه الشيز. الميكروسكوبيك اموربس جرانولا زينوفيليك ماتيريال سراوند باي رين اوف انفلاماتوري سيلز نو فيزيبل سيلز اوت لاين تيشو اند تيشو از اوبليتيريال. الموديل يوجوال سي ام تي. اشهر حاجه بالكازياس نيكروزس اللي هو ايه؟ اللي هو مرض السوري او مرض الضرر. فاكرينه او عارفينه وعارفين معلومه عنه؟ اشهر مثال ليه اللي هو التيمي. ده بيعمل في اكيد شريحه هتشوفها لو انت وريتكم عامل هتشوف ان الشريحه تي بي انفكشن. دي هتلاقي يعني هي عباره عن الميكروتيك تحت الميكروتيك الميكروتيك كده امورفس ريزونوفيليك اريا هوموجينس بيج ونلاقي فيها النيوكليار موجوده بس على اي حاجه اسمها لانج هانز زي حلقه الحصان. النيوكليار بتتكون على بعض كده وتعمل ايه؟ حاجه اسمها لانج هانز جاينت انسيلز. هتشوفوها. ما مش عايزين انا عايزكم تعرفون انه اشهر مثال ليها عباره عن التيبيك. والميكروسكوب بتاعها زي الشيز كونسيستنسي اند كولر. فات نيكروز. النوع الرابع فات نيكروز. فات نيكروز دي ليها مثالين مهمين جدا. مثالين بيحصلوا على طول. اما حاجه اسمها انزيماتيك فات نيكروز او حاجه اسمها تروماتيك فات نيكروز. خلينا نبدا بالتروماتيك الاول وبعد كده نرجع تاني للانزيماتيك. التروماتيك دي اي حته فيها ادايبوس بيشن اللي هو دهون وحصل فيها تروما. حصل فيها مين؟ تروما.
دي ممكن تعمل فات بنكرياس كمثال. ايه انزيماتيك؟ انزيماتيك نسمع عن البنكرياس صح؟ بيحصل في حاجه اسمها بنكرياتايتس تمام؟ الماكلود بنكرياتايتس بتطلع ممكن يحصل منه جنريشن اوف انزيمز اللي هو اسمه لايبيز انزيمز. طب مين اسمه لايبيز؟ بيشتغل على مين؟ الليز تمام؟ فبتكسر الليز موست اوبن ان اند اراوند البنكرياس كان اولسو بيسين الاغر فاتي بودي زي ممكن من خلال مين؟ التروما تمام؟ طب ايه بيحصل؟ اللايبيز ده بيشتغل على الفاتس وبيعمل ليبريشن من فاتي اسيدز ماضي الدورين. طب لو ماضي الدورين مع الهيدروليسيس بتتاكت او بتتاكت بتتفاعل مع الكالسيوم وبتعمل حاجه اسمها سبوبليكيشن. الفاتي اسيدز بتطلع نتيجة شغل اللايبيز اللي طالع من البنكرياتايتس بيشتغل على الدهون وبالتالي بيطلع لي فاتي اسيدز. الفاتي اسيدز بتدور على الكالسيوم الموجود في المنطقة تتحد معاه وتروح عاملة حاجة اسمها سبوبليكيشن. سبوبليكيشن نشوف الجوزلي نشوفها زي حتة الطباشير لو فاكرين الطباشير. لا الطباشير دول الطباشير دي حاجة بيضة كده كنا نكتب بيها زمان تمام؟ دي بتتكون مع الفات الكروز. كذلك لو في البريست حصل تروما ممكن في مراحل تبقى تركيعه كده وهارد والناس تشك فيها انها تروما والكلام ده كله وبعد كده نعمل باثولوجي نلاقيها حاجه اسمها ايه؟ فات الكروز تمام؟ يبقى النوع الرابع من انواع الميكروز اسمه فات الكروز. تحصل فين؟ عموما بتحصل في الاداء بس نوع نوعين، نوع انزيماتيك اللي بيحصل في اكيوت بنكرياتايتس ونوع التروماتيك اللي بيحصل مع التروما وبتكون حاجه اسمها شورت وايت. شورت وايت يعني بارتكلز او برودكتس كده شبه الطباشير في المكان اللي حصل فيه المشكله تمام؟ ده معنى لا الانزيمز حصلت مع البنكرياتايتس. اغلب الوقت بيساويك بس لكن ممكن تحصل مع الاكيوت بنكرياتايتس وطبعا اللايبيز انزيمز بيشتغل على الريبوزيشن تاني. ليبريشن اوف لايبيزيشن تمام؟ طبعا تاني نبص على اللي هو كالسيوم ميكروزيس اللي قلنا اشهر مثال ليه مين؟ كبير شايفين ده اللي هو بيعمل ما يسمى الكاسس لايك تشيز. كاسس لايك تشيز يعني شايفين احنا المنطقه اللي حصل فيها بالظبط زي نوع من انواع الجبنه. انا ما اعرفش اسمها ايه بس نوع من انواع الجبنه وشكلها كده تقريبا ريد كورن مش عارف تمام. دي اللي هو بيسميها كازيس نيكروز. دي اللي هو ليكوغاكت نيكروزس تمام؟ كوغاكت نيكروزس دي الباك نيكروزس. دي الباك نيكروزس احنا الشورت وايت ماتيريالز الابيض ده دي ممكن تحصل مع تروما ممكن تحصل مع اللي هو اكيد بنكرياتايتس اللي هو بيطلع اللايبيز انزايم بس اشتغل على المنطقه اللي فيها دهون في منطقه الاومنتا اسمها المنطقه البطني منطقه الاومنتا اللي فيها دهون فبتحصل فيها الشكل تمام؟ الاومنتا تشيل ان شاء الله. اومنتا دي منطقه الاسكان وراء المصر بعد كده هنعمل اومنتا. اومنتا ده اللي هو زي دهون كده بطني المنطقه. طيب النوع الخامس جانجرينس نيكروزس وده بيحصل ترايب جانجرين او موست جانجرين موست اوفن انتجريتس باي تروما او فيزيكال انجري تمام. لو في بكتيريا انفكشن بيدور على ترايب جانجرين ولو في بكتيريا انفكشن بيدور على ترايب جانجرين. النوع السادس طيب النوع نيكروزس. نيكروزس ده بيحصل في بعض الديزيز وبيحصل مع الاوتوديزيز
يظهر الإنسان إذا وقف بجسد الإنسان بسكولا الحاجز بسكولاتين تمام؟ المصري إذا نطلق طالب الإمبارك مثلا ننضي على البسكولا على جدار البلد تمام؟ ودي بتحصل مع المنور ديسوردر زي السيستم بروفس والمطاري الأمراض العمليه عموما يوضع حزمه بالست انواع ست انواع حزمه فايولاتيك ليفوتاتيك كازيس كاب نيكروزيس جانجليوس فايبرنيو ده مثال للتكنولوجيا بتوع السحيه وبيحصل فيها المشكله باسكولايتس وبنسميها فرد الجوي في الكروز تمام يبقى احنا عرفنا كل حاجه عن الكروز تمام ديفينيشن ممكن اسال عنك صح؟ صح؟ مش عارفين؟ طيب مش اسال الابو دوز ده ريفرسبل ولا ريفرسبل؟ الريفرسبل سيريس تمام بنسميه بروجرام بدل ما تفرش تكون بنسميه بروجرام سيلز يعني حتى سعر في الشكوى وسعر هي عباره عن ابوتوس ابوتوس ناس بتقول ابوتوس ناس بتقول ابوتوس وفي ناس بتقول ابوتوس بس هو غالبا بيسال ابوتوس تمام ده بروجرام سيلز يعني سيلز عباره عن موت للخلايا مبرمج بيحصل بطريقه زي كمبيوترايز بطريقه منظمه تمام؟ سيلز افكتنج سيل اور سمول جروبس اوف سيلز از ان انرجي ديبندنت بروجرام سيلز بدل ما كنا هون نقول عليها ايه؟ بروجرام سيلز تمام؟ فور ريموفال اوف ان وانتد اندلوك اهم حاجه نعرف ان ممكن يحصل في السولوشن كنظام طبيعي في الجسم ممكن يحصل بروجرام في السيرجيكال اوتوس ممكن يحصل باثولوجيكال يعني ممكن يحصل مع المرض وممكن يحصل بطريقه طبيعيه طب زي ايه بطريقه طبيعيه؟ زي اللي بيحصل في حالات البيولوجينيسيس حالات تكوين الجنين دي طبعا ما بنتعبش دماغكم بس بيحصل في حالات البيولوجينيسيس في حاجات معينه بيتخلص منها الجسم الأول مثال هي حالات البيو جينيس بارتمين في حالات الاندوميتريا في حالات الاندوميتريا بالنسبة للسايكل هي الشهرية البيو وهكذا فبيحصل ريموفال للانوالتد بارتيكلز انوالتد سيلز جيفن ديم انسليت مين البروجرام سيلز بيحصل بارتي افتر ميوبوس اللي هو سن الياس طبعا البريست بيحصل له ايه؟ شرينج بيحصل الخلايا بتاعته بيحصل عليه بروجرام سيرفيس ابوتوس تمام؟ يبقى اشهر امثله الفسيولوجيكال في حالات الامبيوجينيسيس في حالات البريست عفوا الميوبوز في حالات اللي هو مستوى سايكل شيلينج اوف اندوتري كل شهر بيحصل ايه؟ الاندوتري الطبقه بتاعت الاندوتري كلها بيحصل لها شيلينج تمام؟ ده فسيولوجيكال ابوتوس ممكن حد يسال مثلا ايه اللي ممكن يحصل ابوتوس او الجسم؟ ممكن يحصل في حالات كذا 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 تمام؟ طيب بالباثولوجيكال طبعا كل ما نتعرض للراديشن والكلام ده مع الراديشن المتكرر بيحصل ابوتوس راديشن اشعاع سواء اشعاع سواء علاج اشعاعي وهكذا ده ممكن يعمل لك ابوتوس والجسم يتخلص من حاجات معينه تمام؟ ليبر سيلز ان فايرال هيباتايتس يعني حالات سواء فيروس اي فيروس بي سي لما بيحصل فيروس هيباتايتس بيحصل اللي هو ايه؟ ابوتوس تمام تاني ريدكشن ان اوف ذا سيلولار ان باثولوجيكال اتروفي حالات الباثولوجيكال اتروفي هتاخد الاتروفي فيما بعد الاتروفي ده مرض معين وهتعرف ان في حاجه اسمها ابوتوس طبعا احنا شايفين السيلز نورمال تمام بعد ما يحصل لها شرينكج
الشكل بتاعها بيتغير، وبعد كده بتتكسر وبتطلع منها حتت لغاية ما تطلع بره خارج الخلية وهكذا. تمام؟ هنا تعال بص على النورمال سيلز من ناحية اليسار، شايفين هنا النوكلس الطبيعية، شايفين السيلز أورجانيزمز الطبيعية وكل حاجة تمام. بعد كده يحصل سيلز شرينكينج، شرينكينج يعني الحجم بتاعها يقل، الكروماتين بتاع النوكلس بيحصل له كوندنسيشن. تمام؟ بعد كده بتعمل حاجة اسمها ميمبرين بليدنج، أشبه بالأقدام الكاذبة بروتين لو درسنا أميبا أو الكلام ده. تمام؟ فدي أشبه بالأقدام الكاذبة كده، وتبدأ تعمل بليدنج، البليدنج تتأثر أكتر، تعمل نيوكليير كولابس بعد البليدنج ده. تمام؟ وبعد كده بتتحول لحاجة اسمها أبيوتيك بليدنج سمول بارتيكلز، وتخلص منها الجسم. بعد كده يحصل له إيه؟ لايسيس. ده الشكل ده عندكم في المذكرة والواضح. طبعا هنا برضه شايفين النورمال سيلز فوق طبيعية واليوكلس طبيعية، شايفين تحت شايفين المنظر. طبعا الاوت لاين سيل اوت لاين حصل لي بيك داون، واليوكلس برضه حصل لها زي الكاليوكس كده، زي الكاليوكس أشبه من الكاليوكس. تمام؟ هنا عاوز يبين لك الابيوتيك بوديز لما بيحصل عندك دي شريحة حقيقية مش رسمية، شريحة حقيقية، واللي قبلها دي حقيقية بس دي سايتوباثولوجي يعني سيلز سايتولوجي يعني واخدين سيلز بالحق، لكن هنا واخدين تيشو تيشو عاملين له سابقة وظاهر زي ما انتم شايفين السيلز اتكسرت البارتيكلز وطلعت اللي هي الابوتوتيك بوديز كل اللي هي الاسهم دي ابوتوتيك بوديز كلها منطقه كانت سلم كانت نورمال سلم وبعد كده اتكسرت بالشكل ده اللي هي ابوتوتيك بوديز. تمام؟ تمام. بعد كده يعني من خلال دراستنا للميكروزيس خلال دراستنا للابوتوتيك ممكن نجيب سؤال ديفرنشيشن بين ميكروزيس اند ابوتوتيك ممكن. طب هنركز عليه. تمام؟ أول حاجة هل هو فيسيولوجيكال ولا باثولوجيكال؟ الأبوتوزيس. فيسيولوجيكال باثولوجيكال. تمام. نيكروزيس باثولوجيكال. مش باثولوجيكال. لا البوكسر بكتيريا توكسين، كيميكال إيجنت، الكلام ده. دي الأسباب بتاعها. إيه اللي ممكن تعمله؟ لكن الأبوتوزيس ممكن تحصل فيسيولوجيكا وممكن تحصل باثولوجيكا. طيب السيلز هتبتدي. تمام؟ هل هنا كل السيلز ولا ممكن سيمبل سيلز ولا ممكن سمول سيلز؟ في الأبوتوزيس ممكن تحصل في خلية واحدة. الأبوتوزيس ممكن تحصل في خلية واحدة. تمام؟ ممكن تحصل سمول جروبس أوف سيلز. تمام؟ أما النيكروز large group of cells or about an organism. حتى عضو كامل تشو معين بينقطع عنه البلاد سبلاي الجزء كله عمل لك الويتش سيل كله باص باص فايز. تمام؟ بص الدمج. تمام؟ يعني ممكن يحصل ده هنا سيل سيل سمول جروبس اوف سيلز ولكن الجروس ممكن يحصل large group of cells or about an organism. تمام؟ طب ايه اللي بيحصل في النيوكليار؟ ممكن يحصل كوندنسيشن اند فراجمنتيشن اوف كروماتين، صح؟ اما هناك نقول ثلاث حاجات من الاسم هيبنوزيس كاليوريكسيس كاليوبلايسيس. تمام؟ السيتوبلازم السيتوبلازم بيحصل له ايه؟ بيحصل له شيء حجمه بيقل. تمام؟ او ممكن أما الميكروز يكون موجود أحيانا إيرلي بيكون موجود
بنسميها جوست اوف سيلز، يعني الاوت لاين بتاع السيلز موجود ولكن الكونتنتس بتاعت النيوكليس بتكون مكتوبه. في مرحلة بعد كده بتحصل له ايه؟ ديستراكشن وتبقى المنطقة الضية هوموجينس. تمام؟ يكون البروسس أحيانا الإيرلي كمان. تمام؟ فبالتالي احنا ممكن الإيرلي بيسبب للوست. ممكن يكون اللوست على طول. هذا يظهر يعني في النهاية. تمام؟ طيب إيرلي في الإنتشر ريأكشن بيحصل مع الابيدوزس. في الاسم الابيدوزس ما بيحصلش نور انفلاميشن، لكن من الكروزك ما قلنا ممكن هوموجينس، ممكن جروسلي وايتش ويلوش ومن بره احمر. ليه احمر؟ عشان بيبقى معاك انفلاميشن. فالنكروزس بيبقى معاك انفلاميشن، لكن الابيدوزس ما بيكونش معاك انفلاميشن. تمام؟ بيت اوف ديد سيلز، ايه نهاية او ايه مصير الخلايا الميلي؟ تمام؟ هو ميستر فاهم سنتور فاهم ميلي من سيلز، يعني ده بعد ما عمل ليفل او توس عمل ليفل وزي ما قال من كذا وطلع البارتيكلز دي هتروح فين؟ الفاهم سنتورز الخلايا المقفوله بتاعت الجسم تتخلص منه. طيب والنيكروز بقى ميستر باي فاهم سنتورز والمور نيكروسايتس والماكرو بيرس. والمقرباجز أحيانا تتأكد إن الـ دي توصل لـ 100 نيوكليون، 100 نيوكليون فبوسيدوز حملها وتتساب تسمى بحاجة اسمها لاند هانز جاند سيلز أو جاند سيلز سيلز عموما. بس المثال الشهير اللي أنتم بتدرسوه اللي هو التي في دي بتبقى حاجة اسمها لاند هانز جاند سيلز. المقرباجز أكل النيوكليون تمام وعمل زي سيركل أو بورس شو كل النيوكليون هتشوفوها في العمل ان شاء الله. شكرا جزيلا.